في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، وبناء على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الأحد، مفادها وجود أشخاص يقومون بسرقة كواب نحاسية من أعمدة كهربائية بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 ببلدية سوق الأحد. على الفور تم تشكيل دورية متكونة من أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بإقليم الاختصاص والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيهما مع حجز كوابل نحاسية، كماشة، قاطعة كوابل وهواتف نقالة ضبطت بحوزة المشتبه فيهما. وعليه تم اقتياد الموقوفان إلى مقر الفرقة الإقليمية من أجل مواصلة التحقيق.